من موسوعة ابن كثير أن ملك الروم أراد أن يتوغل في بلاد المسلمين ويسلبهم أراضيهم بعد أن سمع أن معاوية منشغل بالحرب مع علي. سمع معاوية بذلك فأرسل رسالة إلى ملك الروم تقول: والله إن لم تنتهي أيها اللعين وتعد أدراجك لأصطلحن أنا وابن عمي عليك، ولنضيقن الدنيا عليك بما رحبت، ولنخرجنك من أرضك مذلولا. فلما قرأ ملك الروم هذه الكلمات ارتعب وانسحب من أراضي المسلمين، ثم أرسل يطلب الهدنة، ويا ليته لم يطلب ذلك.